السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 6 هجريا أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى العمرة مع الصحابة، وكان عددهم ما يقارب 1400 من الصحابة. فارتدوا ملابس الإحرام وساقوا الهدي أمامهم وخرجوا من المدينة المنورة دون عدة أو اعتاد للحرب. فلما أقبلوا على مكة خرجت لهم قريش ومنعتهم من دخول مكة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأتموا الحج والعمرة لله، وأدوا الحج والعمرة تامين خالصين لوجه الله. كان العرب في الجاهلية يحجون ويعتمرون، ولكن كان في حجهم كثير من الشرك والأباطيل والأوهام، فأمرنا الحق سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة وإتقانهما وإحسانهما، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالشروط والأركان والواجبات والآداب. ومن تمام الحج والعمرة أن تكون النفقة حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا بد للحج والعمرة أن يكون خالصين لوجه الله، وشتان بين من يخلص لله ومن يخلص لغير الله. فهناك مع الأسف الشديد كثير من الناس يذهبون للحج والعمرة رياء وسمعة، ومن أجل أن ينالوا لقب حاج. وحج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيله. أما العمرة فهناك قولان، هناك من يقول أنها واجبة في العمر مرة، وهناك من يقول أنها سنة، وكلا الفريقين يستندان إلى قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال بذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وقاله من التابعين عطاء وقتادة والثوري، وهو قول مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي. أما الفريق الآخر الذي يقول أن العمرة سنة، فقد فسر قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله بشكل آخر، فيكون معنى وأتم الحج والعمرة هو الإتيان بهما على وجه صحيح ومشروع وكامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهذا الرأي من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو رأي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وأهل العراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى بيت الله الحرام فاذبحوا ما استيسر من الهدي. وإن كان ظاهر الآية الكريمة يشير إلى منع المشركين للمسلمين من الوصول إلى بيت الله الحرام في عام الحديبية، ولكنه أيضا يشير إلى كل مانع وعائق يعيق عن وصول المسلمين لبيت الله الحرام، من عدو أو مرض أو كسر أو جرح أو ذهاب للنفقة أو ضلال عن طريق أو غيرها. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر والشاه ليذبح تقربا إلى الله تعالى، وهو من باب التيسير والرفق واللين بالمسلمين ليستطيعوا الخروج من إحرامهم. ومن خشي بعد الإحرام من عارض كالعدو أو المرض أو غيره فليشترط ويقول: اللهم محلي حيث حبستني، فإن حبسه عارض فله أن يتحلل ولا شيء عليه.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر، ومحل الهدي للمحصر في الموقع الذي حصر فيه، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ثم حلق رأسه. أما غير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم، والحلق أفضل من التقصير للرجال، والحلق يكون بإزالة الشعر تماما بالموس أو ما شابه، أما النساء فيكفي التقصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق وهو محرم فليحلق وعليه فدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. وكيف عرفنا بتفاصيل الفدية؟ عرفناها من السنة النبوية الشريفة، لأن القرآن والسنة متممان لبعضهما البعض. قال الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وأحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. جزاكم الله خيرا. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو نسك،